بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم، طاب يومكم وطابت أيامكم، وأهلا بكم وبرنامج حديث العاصمة. اليوم هيكون عندنا مناقشة لموضوع مهم جدا، أصبح الأيام دي هو حديث الساعة، واليوم سيكون هو حديث العاصمة. زي ما تعودنا إن احنا بنناقش دايما القضايا اللي بتخص الشأن المصري بصفة عامة، قضايا متنوعة سواء كانت رياضية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. طبعا يمكن سمعنا بالامس القريب او بالقريب العاجل عن قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر عن ايقاف بعض المطربين الجدد اللي يعني بيطلقوا عليهم انهم مطربين او بيغنوا لون معين من الاغاني وهو المهرجانات الشعبيه. طبعا حدث يعني كثير من اللغط في هذا الامر، الكثير كان مع هذا القرار والكثيرين لم يكونوا مع هذا القرار. طبعا حبينا ان احنا نخش فيما يخص هذا الموضوع، نسال المختصين في هذا الامر، نحاول ان احنا نفتح الامر امام الراي العام، نشوف اراء الناس في هذا الموضوع. حابين طبعا النهارده يكون معانا ضيفنا الكريم الاستاذ رمضان الشرقاوي، مدير تحرير جريده الامه. اهلا وسهلا استاذ رمضان. اهلا وسهلا استاذ منير. اهلا وسهلا مشاهدينا. طبعا يا فندم النهارده هيكون عندنا حديث عن يعني المهرجانات واللون الشعبي الجديد اللي هو بدا يظهر في الاونه الاخيره، اللي بدا يعبر عن الذوق العام الخاص بجمهور الغناء بصفه عامه. طبعا يمكن احنا كمصر بلد عظام الفنانين سواء كان ام كلثوم، عبد الحليم، حافظ، طبعا يعني حدث ولا حرج في هذا الشأن. وإذا كنا إحنا كمصريين بنعبر عن الذوق العام عندنا فيما يخص من يتصدروا المشاهد الإعلامية والمنابر الفنية من حفلات ومن احتفالات وغيرها من هذا من هذه الأمور، اليوم هيكون المناقشة اللي إحنا بنناقشها خاصة في هذا الأمر مع الأستاذ رمضان. هيدخل معانا بعض المختصين اللي هيعبروا عن آرائهم، هنقرأ آراء بعض الناس في الشارع، هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نشوف الناس دي هل عندها رغبة في إيقاف الناس أو استمرار إيقاف المطربين اللي هم حتى الآن موقوفين واتمنعوا طبعا من الظهور في الفترة الأخيرة. وطبعا كان قرار هذا القرار بيخص فنان بعينه وهو تقريبا الفنان حسن شاكوش. طبعا أستاذ رمضان يمكن بصفتك حد من كبار الصحفيين في جريدة الأمة، محتاجين من حضرتك تضيف لنا يعني إيه اللي تناولته الصحافة المصرية مؤخرا عن هذا الأمر؟ بخصوص موضوع المهرجانات واللغط العائم او السائد حوالين هذا الامر خلال الفتره الماضيه، طبعا خلينا بس نبدا يا استاذ منير في حاجه مهمه قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع، ان خلينا نعترف ان هي ظاهره واصبح امر واقع في الشارع المصري. هي ظاهره كبيره ولازم كلنا نعترف ان هو حاجه في المجتمع المصري، ولكن تم استخدامها غلط او تم تداولها بالغلط. اللي حصل بالظبط ان منذ سنوات عديده، مش من دلوقتي او من البارح او من يومين او ثلاثه، الكلام ده من 10 او 18 سنه بالظبط، بدا يظهر ما يسمى بالمهرجانات الشعبيه او المهرجانات في، وخاصه بالاغاني اللي هي يقول لك ده نوع من انواع الغنى الشعبي والكلام ده كله. ولكن هذا النوع من الاغاني لا يمت باي صله من قريب او من بعيد بالفن الشعبي، ولكن هو نوع جديد تم استحداثه وتم اضافته الى الشارع المصري، وبالفعل لقى قبول من فئه معينه منحصره في فئه معينه في الشارع المصري تندرج تحت معظمهم الشباب. طبعا استخدام الكلمات الخاطئه او استخدام الكلمات النافيه للاداب او البعد تماما عن العادات والتقاليد، كل ده وجدناه في الكلمات او معظم الكلمات اللي موجوده في المهرجانات الشعبيه على الساحه المصريه، وده اللي بدا يعمل اثاره للمجتمع المصري. طيب استاذ رمضان خلينا نسال حضرتك، طيب يعني هل اللون ده انتشر مؤخرا لان هذا ما يطلبه المستمعون؟ يعني بمعنى اصح ممكن يكون المطربين النهارده بدات تاخذوا هذا اللون لان الناس عايزه كده؟ لا، هو مش الناس عاوزه كده، هو للاسف الشديد ان نسبه الترند بتعلى، مش كل الناس اللي بتدخل تتفرج على المهرجانات هو بيبقى حابب المهرجان، ولكن انا مدخل من اللي هو انا عاوز اشوف هو ده بيقول ايه. اولا المهرجانات يا سيد الفاضل ما هو الا كلمات، اي كلام بيتقال، يعني معلش مع احترامي لما واحد بيقول انا بشرب كذا وبعمل كذا، ده تحريض على حاجات عدم اخلاقيه وحاجات ما ينفعش تبقى عندنا في المجتمع المصري، لان دي صوره احنا بنوجهها للعالم كله في اغانينا. فين ايام الشعب؟ فين ايام الفن الشعبي؟ وفين ايام حكيم؟ وفين سعد الصغير؟ فين شيبه؟ فين طارق الشيخ؟ الناس دي كلها في بيتي وبيتك بنسمع الاغاني دي. هل انت حضرتك ينفع تشغل اغاني ومهرجانات من اللي موجوده على الساحه المصريه دلوقتي في البيت عندك؟ هل ينفع تسمع الالفاظ والكلمات الخارجه عن النطاق الادبي والنطاق الاخلاقي اللي سادد دلوقتي كثرة في المجتمع المصري في الأغاني المهرجانات؟
تنفع تدخلها بيتك؟ لا طبعا، بس الشباب عندهم حب استطلاع شويه، يعني الترند بيبقى عالي وملايين المشاهدات ورقم 2 ورقم 1 ورقم 3، ولكن بعد ده كله انا ما ينفعش ان انا ادخل حاجه زي كده اهل بيتي نشوفها ولا اخويا، يعني معلش مع احترامي انا عاوز اسال سؤال لاي واحد من اللي بيتكلم في المهرجانات وبيطلع بالاغاني المهرجانات. انت تنفع تروح تقول لاخوك اشرب مخدرات او اشرب حشيش او اشرب بيره؟ هم اغلبيتهم بيشربوا مخدرات وبيشربوا حشيش. حلو قوي، يبقى انت اذا يعني ما تغصبنيش او تحرض لي الناس. هو تحريض؟ طب خلينا انا يمكن عندي راي معين، واعتقد حضرتك ممكن تتفق او تختلف مع هذا الراي، ان طبعا فيما بعد الثوره، ثوره يناير، طبعا ظهرت العديد من القنوات الفضائيه الخاصه اللي كان دايما يعني كنا بنسمع مثلا قناه رقص، قناه غنى، قناه طرب. يمكن ده في حد ذاته هو اللي ادى لكثره المطربين في المهرجانات بالشكل اللي زي دوت. يعني هل الاعلام له شق كبير في انتشار الموضوع دوت؟ والله هو في شقين يا استاذ منير ادت للانتشار. الشق الاولاني ان احنا للاسف الشديد المؤسسات الثقافيه وما فيش اي تقديم حاجه جديده للفن، يعني معلش مع احترامي انا لو عندي حاجه طافيه على الساحه المصريه كفن محترم بنسمعه، انا ايه اللي خلينا نروح نجبر نفسي نسمع حاجه ثانيه؟ طبعا معانا في الشان ده طبعا الناقده الفنيه ماجده خير الله. صباح الخير يا فندم. النور. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بيك. استاذه ماجده، محتاجين تعليم من حضرتك على قرار نقيب الموسيقيين الاخير عن ايقاف مطربي المهرجانات وايقاف هذا اللون بصفه عامه يا فندم. اعتقد انه قرار متسرع مش مدروس، لان اغاني المهرجانات في مطربين كتير جدا بيغنوا هذا اللون، وفي جمهور كبير جدا بيتابع هذا اللون. واغاني المهرجانات زي اي اغاني، زي ما في اغاني رومانسيه ممكن تكون مش لطيفه او اغاني شعبيه مش لطيفه، يعني كل لون من انواع الغناء ممكن يكون في ناس مش بتغني كما ينبغي او كلمات مش لطيفه او كذا، في رقابه تقنن ده، يعني اي حد بيطلع يغني لابد ان يكون في رقابه. الحاجه اللي مش منطقيه لا يسمحوا بيها، انما ما فيش حاجه اسمها انك تقفل الباب على كل من يغني اغاني مهرجانات، انت ما تقدرش تعمل كده مع الاغاني الشعبيه مثلا. في حاجه اسمها اطلع قرار ما فيش اغاني شعبيه، الاغاني اللي هو بيقول عليها دي بتتغنى في الافراح في ارقى الاماكن والناس بتبقى بترددها وكده، الاغاني اللي هي فيها تجاوز نتكلم فيها، انما ما تقدرش كده بقرار تلغي لون من الوان الفن. يا فندم هو يعني كان قرار نقيب الموسيقيين ان هو ما لغاش لون، لان طبعا اعتقد ان هو غير قادر على، لان اكيد طبعا المغنيين لهذا اللون يقدروا ان هم يسلكوا مسالك ثانيه ان هم يقدروا يعرضوا فيها اللي بيغنوا. أيوة، زي اليوتيوب بيقول لك الغي اغاني المهرجانات ومطرب المهرجانات، دي يعني ايه تفسيرها غير انه بيلغيها يعني؟ لا يا فندم، هو قرار ايقاف مطرب او اثنين من اللي تم تحذيرهم في حفلة استاد القاهرة الأخيرة يا فندم، لكن مش قرار إلغاء لون معين من ألوان الأغاني يا فندم. لكن اللي احنا بنقصده النهاردة إن قرار إيقاف مطرب أو اتنين خرجوا بره النص، وأكيد حضرتك لسه دلوقتي بتوضح لنا إن احنا مش محتاجين إن احنا يبقى في عندنا اللون ده في بعض البزاءات اللي بتحصل فيه. فالنهاردة احنا محتاجين نقول لحضرتك إن مثلا حضرتك قلتي إن المهرجانات لون مهم ولون ليه مستمعين وبتتغنى في أرقى الأماكن وأرقى المناطق. لما صدفوهم في الإستاد ما كانوش عارفين الأغنية إيه، دول كانوا مشغلينها بلاي باك. يا فندم طبعا الفنان هاني شاكر فيما يخص الشأن ده طبعا لما حصل توافق ما بينه وما بين النقابة، ما بين المطرب حسن شاكوش ما بينه وما بين النقابة، طبعا الفنان هاني شاكر كان في مقطع معين فيما يخص الأغنية بيتقال فيه خمور وحشيش او حاجه بالشكل ده، فطبعا الفنان هاني شاكر حذر ان هم يقولوا المقطع ده، ومع ذلك برضو قيل داخل حفله استاد القاهره. يا حبيبي كانوا مشغلين بلاي باك. كانوا يعني ايه؟ مشغلين بلاي باك، يعني الاغنيه كانت في حوزه الاستاذ يعني او اللي بيدير الحفله. طب والتشغيل ده في مسؤوليه مين يا فندم؟ مسؤوليه اللي بيدير الحفله. اللي بيدير الحفل المطربين يعني هو حضرتك مع ان هو مثلا يقول الكلام ده لكن ان هو ما يتعرضش؟ استاذه ماجده انا مش فاهم حضرتك بتقول ايه. يا فندم حضرتك بتقولي ان هو النهارده الكلام ده قيل، وحضرتك عارفه ان هو اتقال، احنا النهارده مش بنعاقبه ان هو اتذاع في حفله
قد ما بيبقى فيه قرار ايقاف لان فيه مستمعين سمعوا الكلام ده بالفعل. وبعدين حصل لهم ايه المستمعين؟ ما حصل لهم ايه؟ حضرتك ممكن تسمعي الكلام ده عادي يا مدام ماجده؟ سمعته عادي. ايه مش فاهمه يعني. والله هو راي حضرتك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه ماجده. طبعا يمكن انا مندهش. لا طبعا هو انا ضد كلام الاستاذه ماجده. طبعا الاستاذه ماجده ناقده فنيه كبيره والعالى مستوى، وطبعا كلامها على العين وعلى الراس، ولكن انا بعترض اعتراض كلي مع انه احنا نقبل حاجه زي كده، لان جميع الايحاءات الغير الاخلاقيه اللي موجوده في المهرجانات الفنيه ممنوع طبعا ان احنا نستخدمها في الشارع المصري وفي بيوتنا في الكلام ده كله. احنا معلش احنا المفروض بنبني جيل جديد ونشئ جديد، المفروض بنربيه على العادات وعلى التقاليد وعلى الاحترام والادب، ده كله احنا مش لاقيينه في معظم الحاجات اللي بتتقدم على الساحه من مهرجانات فنيه. طيب انا برضو في عندي راي خاص محتاج ان انا اضيفه في هذا الامر. طبعا يمكن ممكن معظم الناس خدت هذا الموضوع عن حته ان انا مش عايز اسمع الولد الصغير الكلمات البذيئه، ولكن ممكن يبقى في عندنا نظره اخرى في هذا الشأن. النظرة دي ان زي ما انا برضو بخاف على ولد الصغير اللي هو عنده 10 سنين عنده 15 سنة ان انا اسمعه الكلام اللي زي ده، او ان انا اخليه حتى يعني ينتابه نوع من انواع الاعجاب بالكلام اللي زي ده، برضو لازم يكون في عندي نوع من انواع الخوف على بعض الشباب اللي هم اكبر من كده شوية، اللي هو سن 18 سن 20 سنة سن 22 سنة، اللي فضل يدرس 16 سنة تعليم، ال 16 سنة تعليم دول بدأ يدخل منه كليات معينة، دخل تعليم في كل مراحله سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو مراحل التعليم الجامعي. في آخر الأمر ليه النهاردة أن أنا أجبر شاب أن هو يتعلم 16 سنة عشان يروح يشتغل مهنة أو عمل بشكل معين، والمهنة دي في الآخر لا ترضيه ماديا ولا ترضيه اجتماعيا، وفي الآخر خالص ليه أنا ساعتها مش هقدر اقول له روح ذاكر، مش هقدر اقول له روح اتعلم، لانه هو ساعتها يبقى عنده رغبه انه يبقى زي حمو بيكا او يبقى زي محمد رمضان او يبقى زي حسن شاكوش اللي مدام ماجده بتحب تسمعه. طبعا معانا الدكتوره اشجان نبيل استشاري العلاقات الانسانيه والتطوير المجتمعي. صباح الخير يا دكتوره. صباح النور يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم منورانا. الحمد لله. احب ارحب بحضرتك وباسره البرنامج وبزميلي العزيز استاذ رمضان الشرقي. محتاجين من حضرتك يا فندم تعليق على قرار نقيب الموسيقيين الاخير فيما يخص ايقاف الفنان حسن شاكوش عما صدر في حفل استاد القاهره الاخير. طيب خلينا نتكلم في الموضوع بشكل واقعي ومنطقي، ومش عايزين ندفن راسنا في الرمل زي النعام زي ما بيقولوا. قرار نقيب الموسيقيين استاذ هاني شاكر طبعا قرار يحترم وايجابي في نقطه واحده، ان هو رضخ لهجوم الشعب المصري او استيائه من فكره المهرجانات. ولكن القرار كان متسع وللاسف هياخد ناس كتير. بالاضافه انا من 6 سنين يعني كان ليا حلقات كتير ومقالات كتير بحذر فيها من انتشار اغاني المهرجانات، لان اغاني المهرجانات ليها طائفه مش قليله بتشوفها، وتحديدا من الاعمار الشبابيه الصغيره. اغاني المهرجانات، لان في فرق ما بين الغنى الشعبي والمهرجانات اللي طالعه دلوقتي. اللي احنا فيه ده مش وليد الصدفه، يمكن كان استاذ رمضان بيتكلم عنه مع حضرتك في الحلقه. لا ده تطور لقصص بدأت من زمان، ولكن خدت شكل مسيء وابتدت تحرض الشباب على حاجات كتير جدا، يعني مخالفة لتربيتنا ولعاداتنا وتقاليدنا، وأغلب الناس زينا مرتبط أن المهرجانات بتساعد على الخمور أو الحشيش أو المخدرات. لا لا لا، ده في عندك أغاني مهرجانات كلامها فيه إيحاءات جنسية وألفاظ خدشة للحياة تماما. فالمفترض أن احنا نكون واقعيين لو عايزين نحل وندرس الظاهرة دي كويس جدا، وازاي بقى عشان تخلق فكر صح. انت مش هتقدر تعمل منع ولا ينفع تكون واصي، لان المنع ده انا بشوفه اسلوب راجع شوية واحد مناهج العنف. المنع مش دايما بيحل على فكرة يا جماعة، ولكن انت تخلق للناس او للشباب تحديدا فكر ايجابي. تاني نقطة، انا لو بكلم عن الاسفاف او الاضرار بالمجتمع، فانا هتكلم عن سينما، هتكلم عن مسلسلات، هتكلم عن اغاني، أوجه كتير، لأن الفن بشكل عام آخر 10 سنين تحديدا فاتوا بعد أحداث يناير تدهور جامد جدا جدا. فمش إن أنا أحصره في أسماء بقى لو هتكلم عن محمد رمضان أو السبكي أو شاكوش أو غيره. قرصة الودن بتاعت نقيب الموسيقيين محترمة وكنا محتاجينها، لكن عشان تتعامل على أرض الواقع أنت بقى محتاج عندك نقطة مهمة جدا، ودي مش في إيد النقاب. انت محتاج ان الدولة تصدر القانون الخاص بحوكمة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لان سيادتك النهاردة لو طلع اي مطرب شعبي دخل استديو
سجل اغنيه ونزلها على اليوتيوب او الساوند كلاود، محدش هيقدر يقول له انت بتعمل ايه، وفي نفس الوقت هيكسب منها دخل ومحدش هيقدر يكلمه. القانون ده احنا محتاجينه من زمان، لان احنا السوشيال ميديا سلاح قوي جدا ومهم جدا ومن اهم الادوات اللي بقت خطيره، لان احنا تحديدا الشعب المصري مش مؤهل لاستخدامها. عندك حسابات، عندك صفحات لشخصيات بتنشر فكر مخرب سواء ببوستات او فيديوهات، محدش بيقدر يعمل عليها كنترول، فده هنا دور الدوله. عندك المفروض المؤسسات المعنيه بالنشاط الثقافي والاعلامي والدرامي لازم تشترك في ده. نقابه الممثلين عليها دور كبير جدا، فمش هنقدر نحل الظاهره الخطيره دي اللي جمهورها مش قليل بقصه قرار. يعني احنا لازم نكون واقعيين في الموضوع. بالاضافه بقى، انت دلوقتي بقى عندك ان اغلب الشباب عندها حاله عزوف. يعني انا بشوف دلوقتي ان حد بيطلع يغني اسفاف او مهرجانات بيعمل اي ترند ايا كان بيتشير وبيكسب فلوس. كمان في بعض الصحافه الصفراء بتروج ان الناس دي بتكسب وبتاخد ملايين. هم فعلا بيكسبوا من مشاهدات اليوتيوب، لكن مش 54 مليون ولا 100 مليون ولا الكلام ده. بالاضافه ان انت على فكره تقدر على مواقع التواصل تشتري مشاهدات، فالناس مش عارفه ايه الصح. فانا دلوقتي ازاي اقنع شاب طالع ان انت تشتغل وتتعلم وتفيد البلد وتبني البلد، في حين اخر ان هو شايف حد شايفه بقى دلوقتي قدوه ايا كان مين، غني ومعروف وبيركب عربيات، ففين؟ عشان نحل المشكله دي انت محتاج عمل مؤسسي كبير من ثلاث جهات، من مؤسسات الدوله المعنيه، من مؤسسات المجتمع المدني، من الشعب نفسه، عشان تقدر تصلح. والدليل نقابه الموسيقيين طلعت القرار بناء على استجابه وجهه الراي العام. احنا لاول مره نشوف الشعب المصري بجد يطلع ترند او يستخدم حاجه بشكل ايجابي، ان هو معترض. طب يا جماعه انتوا كلكم معترضين على الاسفاف، يبقى اذا ودون الدفاع عن شخص حد او اسم حد، لان انا بتناول الظاهره بشكل عام، الناس اللي عامله لهم المشاهدات دي جايه منين؟ هو ده السؤال المهم نساله. الحل يا سيد الفاضل مش في المنع او مش في القرارات. عايز تصحح المسار، اشتغل بجد على ارض الواقع، اعمل ندوات، اعمل مسارح، اعمل فن، شجع المنتجين انهم ينتجوا، طلع قرارات تحفظ حقوق الملكيه للمنتجين. في ناس على فكره في الغنى الشعبي والمهرجانات بتغني لحن حلو، كلام حلو، وفي ناس تانية ما تنفعش تدخل اصلا. يعني دكتورة أشجان، حضرتك مع ان احنا طبعا يعني يكون في منع مؤقت لحين عمل موازنه اخرى، نحاول ان احنا مثلا نحط معايير. بص يا فندم، كلمه او الوصايه مش هتقدر تعملها، لان انت مش هتجبر كل واحد وقاعد بيسمع مين او تليفونه هيدخل يتفرج على مين. ما انت عندك الدنيا منفتحه، انت ازاي تعمل ده؟ انت لازم كنت توقف عشان تعمل معايير. تعالى والله انت مطرب بتغني، اخضع للاختبارات، وريني الكلمات، وريني هتعمل ايه. اللي عايز يشتغل بجد يشتغل. بص يا فندم، الظاهره دي مش جديده. يعني اول ما بوسي ظهرت والاغاني بتاعتها حط ايده يا على ايدي يا، هي مش دي اغاني فيها ايحاءات؟ هي مش دي بتعلم الناس وغيره وغيره؟ احنا مش عايزين نركز على اسماء، احنا عايزين نركز على الظاهره. الشباب المصري محتاج ناس تعرف تنزل له، تعرف تكلمه بلغته، عشان بالتالي تاخدهم معاه لفوق. انت محتاج ترجع اصول الثقافه، محتاج ترجع الحفلات. فين الحفلات زمان بتاعت التلفزيون المصري؟ فين الحفلات اللي كانت زمان بتتعمل والناس بتقدر تدفع تذاكر وتروحها؟ فين المسرحيات؟ انت محتاج ترجع دور الدوله في الانتاج الفني والسينمائي. ده مش هيحصل. يعني احنا لو بنتكلم بقى عن قرارات، فانا محتاج كمان دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين انه يكون ليه خطوات على الارض الواقع. هو شخصيه محترمه جدا وبتحترم الفن المصري جدا جدا، لكن احنا ما حدش فينا مع الاسفاف ولا مع التحريض ولا ندمر لشبابنا، بس القصه ازاي هنعمل الاليه ونطبقها بشكل صح. وخليني اقول لك على حاجه، عدد المشرفين في النقابه الموسيقيين مع احترامي ليك هيغطوا محافظات الدوله ازاي؟ وخليني برضه اقول لك على حاجه بصراحه، اغلب النقابات فيها فساد، يعني فيها ناس فاسدة، فمش عايزين ننسى ده. أهم حاجة دلوقتي فعلا الدولة تطلع بقانون أو تشريع من مجلس النواب المصري اللي بقالنا ثلاث سنين بنطلبه في الدورة البرلمانية دي، بضرورة حوكمة الإنترنت والسوشيال ميديا في مصر. سبقت يا دكتورة، أنا يعني سعيد بمداخلة حضرتك وكلام حضرتك المهم جدا.
يعني طبعا الدكتوره اشجان اضافت حاجه مهمه جدا، قالت احنا مش محتاجين نمنع ظهور مطرب او اتنين، احنا محتاجين نمنع ظاهره، ومنع الظاهره لن يحدث ما دام لم يكن هناك حوكمه خاصه بالانترنت واليوتيوب في مصر. تمام. تعليق حضرتك. انا بس في كمان جزئيه كمان استاذ منير، يمكن انا كلمت حضرتك في اول الحلقه فيها، ان عشان خاطر نمنع الظاهره دي لازم يكون عندي البديل بتاعها، ايه الحاجه المحترمه اللي انا بنقدمها كدوله. عشان كده الدكتوره اشجان النبيل في المداخله بتاعتها قالت لك فين دور وزاره الثقافه وفين دور البيوت الثقافيه وفين الكلام ده كله. طيب لو وفرت، لو الوزاره وفرت للجانب ده او الجزء ده وبقى يبقى عندي حاجه محترمه بتتقدم للمشاهد، هل انا كشاب هندخل على المهرجان نسمع الكلام اللي ملوش لازمه؟ مستحيل طبعا، فانا ما عنديش البديل بتاعه، فانا مجبر ان انا ندخل نشوف الكلام ده كله. احنا نقول لحضرتك ايه البديل بتاعه؟ طيب انا اعتقد ان طبعا لما اتكلمت الدكتوره اشجان قالت ان 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 يعني في عدد كبير جدا جدا من الشباب من المشاهدات هي اللي بتشوف الاماكن دي، ان المطربين دول لما بيكسبوا من خلال طبعا المشاهدات دي من اليوتيوب ومن اسعار اليوتيوب، ولكن طبعا مش بالارقام الضخمه اللي احنا بنسمعها. الجمهور هو صاحب الكلمه العليا بالظبط، هو اللي بينزل هو اللي بيرفع. احنا النهارده لازم يكون في توعيه خاصه بالشباب، وزي ما طبعا عندنا ناس قادره انها مثلا تكون مشغوله مش بس في الاغاني والمهرجانات، لازم طبعا يكون في عندنا اعمال اخرى ايجابيه بشكل محترم زي الرياضه في كره القدم. هيكون معانا النهارده تقرير هام جدا مع بعض الشباب، يمكن النهارده تزامن تصوير هذا التقرير في هذه الفقره وفي هذه الحلقه، لان انا يعني حابب اوصل للناس بشكل محترم ان مش طول الوقت عندنا شباب بيسمع مهرجانات بس، ان برضو عندنا شباب واعي قادر ان هو يبقى يغير في حياه نفسه بشكل سليم، عندنا شباب رياضي قادر ان هو يكون ماشي بشكل محترم محترم لذاته ومحترم لاهله ومحترم لثقافه بلده. هيكون معانا تقرير دلوقتي عن نادي النصر الرياضي وعن لاعبي نادي النصر الرياضي، هيكون جاهز معانا في خلال يعني طبعا ماشي نشوفه مع بعض. حياتي وحياتك مواقف كتيره وحاجات لما بنفتكرها بنفرح ونضحك ساعات، بألبوم صورنا معاني ودنيا وحياة وإحساس جميل بينا إحنا في يوم حسينا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي عبد الله احمد سعد لاعب نادي النصر مواليد 2004. طبعا كابتن احمد الجرواني تعبان معانا جدا وما شاء الله زملائي يعني بمستوى عالي جدا، وبنحاول بننفذ جميع تدريبات كتيره وبنحاول طبعا الدوري طبعا قرب يبدا وما شاء الله يعني كله جاهز وكله بيحضر وما شاء الله واللعيبه ما بتستهترش بحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمد ابراهيم قاسم مواليد 2004 بلعب في نادي النصر الرياضي بالإسكندرية. منظومة محترمة جدا، كابتن احمد الجراني بيتعب معانا في التمرينات وفي الماتشات، ولسه طالعين من ماتش ودي دلوقتي الحمد لله عملنا مكسب كبير واداء رائع،
وزملائنا في 2005 كانوا بيشجعونا جدا، ما فيش فرق ما بيننا وما بين زملائنا 2005، كله بيشجع كله، واحنا اسمنا بيت العيله، ما فيش فرق ما بين كبير وصغير. وبشكر والدي ووالدتي اللي هم بيتعبوا معايا وبيجتهدوا معايا اقصى جهد، وان شاء الله نقدم المزيد لنادي النصر. بسم الله الرحيم. الاسم احمد ابراهيم محمد سيد، حارس مرمى نادي النصر السكندري، متواجد مع فرقه ال 2004، فرقه محترمه ومنظومه محترمه على اعلى مستوى، من اصغر واحد في النادي الاكبر واحد في النادي، ما فيش فرق بينهم، كلهم منظومه محترمه ومدربين على اعلى مستوى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد الرحمن احمد، لاعب نادي النصر 2004. اشكر كل المدربين اللي واقفين معانا في كل حاجه، تمرينات مطوشه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللاعب عمرو خالد، لاعب نادي النصر 2004، بلعب خط وسط. بحب اشكر كل لاعبتي في النادي، وبس بحب اشكر مدير القطاع برضه، وبحب اشكر كابتن جراني اللي مسك فريق 2004، عمل معانا شغل هايل، واحنا لسه متجمعين ما بقالناش اقل من سنه، وعملنا شغل حلو مع النادي، واسمنا كلنا العيله الكبيره. وبحب اشكر كل الشكر لوالدتي لانها تعبت معايا في المسح. عاطف، لاعب نادي النصر الرياضي السكندري، مواليد 2004، متواجد مع الفريق ما بقاليش يعني اكتر من 3 شهور او 4، وباذن الله داخلين على بطوله، وناويين يعني ناخد البطوله باذن الله. وبشكر كل الكباتن الموجوده هنا، وخصوصا الكابتن احمد الجرواني، بيتعب معانا جدا يعني، وبيدينا تمرينات اول مره نشوفها. وبشكر والدتي ووالدي اللي بيتعبوا معايا. 2004 ولسه جاي جديد، واتمنى ان انا اعمل حاجه حلوه في النادي. احمد اسماعيل الششتاوي، وبلعب في نادي النصر الرياضي، نص ملعب صانع العاب. وبشكر امي وابويا على المجهود اللي هم عملوه معايا، وبشكر الجميع اللعبه اللي هم عملوه معايا، ان شاء الله نعمل حياه في الدوري باذن الله. مش مدير قطاع الناشئين بنادي النصر الرياضي. احنا عندنا خمس فرق مسجلين بيلعبوهم في الدوري، وعندنا لعيبه محترمه جدا، وعاملين نتائج كويسه السنه دي، وعندنا لعيبه بعناها لمعظم الانديه، وفي متطلبات مننا، لان احنا بيجي لنا لعيبه دايما كتير، يعني لعيبه برده مستويات عاليه، وبنورد لجميع الانديه اللي في مصر كلها عامه، وفي لعيبه من عندنا مطلوبه جدا بالاسم. قطاع السنه دي قطاع محترم وجامد جدا، وعندنا مجموعه مدربين على اعلى مستوى، ومجموعه لعيبه من كل انحاء مصر، بيجي لنا من الصعيد والمنوفيه وكفر الشيخ وكل الناس اللي موجوده هنا والمدربين. وعندنا مدير رئيس قطاع كابتن سمره غلوش، ومدير القطاع كابتن منير، ناس من افضل الناس والمدربين كويسين، كابتن محمد ابو علفة، وكابتن ابو جريشه، وكابتن سعداوي، وكابتن احمد الجرواني، كل القطاع وكل اللعيبه اللي هنا لعيبه مميزه، وعندنا مجموعه لعيبه مميزه جدا في كل الفرق اللي موجوده في النادي. الاجهزه الفنيه بمدير الكوره ومدير القطاع بيستعملوا فيهم خير ان شاء الله. الفرقه عندها عناصر كويسه جدا، عندنا لعيبه موهوبه، لعيبه ممكن ان شاء الله ربنا يكرمها وتروح انديه احسن من اللي احنا فيها كمان بكتير. احنا السنه دي لعبنا 4 ماتشات في الدوري، كسبنا ماتشين خسرنا ماتشين. الماتشات اللي خسرناها كان في عندي بعض الاصابات المؤثره في الفرقه. الفرقه ماشيه بخطى ثابته، وعاملين لها استعداد كويس جدا جدا، وفي اهتمام فني واهتمام معنوي واهتمام من اداره النادي بالفرقه ديت، وانا ان شاء الله بامل فيهم خير في الفتره اللي جايه. التعثرات اللي كانت عندنا بسبب الاصابات، اللعيبه اللي هي الكويسه اللي كانت مؤديه اداء كويس في اول مباراه اثرت الغيابات عندنا في ماتش البلديه اللي كان تاني ماتش بنسبه كبيره جدا جدا في الهزيمه، ولكن الحمد لله وقفنا على رجلنا تاني وكسبنا. فاحنا ماشيين دلوقتي كويس، وبنستعد للمباراه القادمه يوم الثلاث الجاي. بنلعب السنه دي لعبنا دوري القطاعات، طبعا الفرقه لسه متجمعه اول سنه جديد، فما عملوش اداء كويس او بيطلعوا نتيجه مش كويسه، ولكن احنا لسه عندنا دوري ان شاء الله بنجهز له، وان شاء الله ناويين على حاجه كويسه نبدا نعملها ان شاء الله الفتره الجايه. عندنا بدانا الموسم السنه دي، عندنا 3 4 لعيبه راحوا في اماكن كويسه زي المقصه، وراح في البلديه واكتر من مكان كويس. ان شاء الله برضه الفكره بالنسبه لنا هنا كمتجمعين وكلام زي كده، على اساس ان ربنا يكرمنا يبقى في حد كويس ان شاء الله الفتره الجايه نبدا نطلعه في مكان كويس. عندنا مجموعه عناصر كويسه جدا في مجموعه ال 2004، عاملين شغل كويس جدا الفتره الاخيره، كذا ماتش كده ان شاء الله يعني الحمد لله مكاسب فوق خمس اهداف وكلام زي كده. عندنا ناس كويسه سواء في المجموعه الاساسيه او المجموعه الاحتياطيه، في اماكن معينه والله العظيم بنفضل نتكلم عليهم، اللي هو مش عارفين نلعب ده من ده. نادي النصر الرياضي العيله الكبير. النصر الرياضي العيله الكبير. نادي النصر الرياضي العيله الكبير. نادي النصر الرياضي العيله الكبير. الرياضي العيله الكبير. نادي النصر الرياضي العيله الكبير.
النصر الرياضي العيله الكبير. النصر الرياضي العيله الكبير. النصر الرياضي نادي العيله الكبير. نادي النصر الرياضي نادي العيله الكبير. نادي النصر الرياضي بيت العيله الكبير. النصر الرياضي بيت العيله الكبير. نادي النصر الرياضي العيله الكبيره. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكره، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكايه وما فيها متعب شويه. عودة مجددة أعزائي المشاهدين، طبعا ده كان تقريرنا عن نادي النصر الرياضي بالأسكندرية، النشاط الجميل اللي احنا سامعينه أو عارفينه بقالنا فترة طويلة. كل الشكر طبعا يعني الأستاذ محمد بسيوني رئيس النادي، الأستاذ جلال أبو زيد، وأعضاء طبعا مجلس إدارة فؤاد سعيد، رمضان رزق، حسين عباس، محمد نور الدين، على حصول فريق البراعم على المركز الأول فرقتين من البراعم السنة دي في دوري منطقة الأسكندرية. كل الشكر ليهم على مجهودهم الكبير اللي بيقدموه. طبعا حابين ان احنا طبعا يعني نحس الدكتوره صفاء والاستاذ محمد رضا عرابي ووكيل مديريه الشباب والرياضه بالاسكندريه، ان هم بيعملوا طبعا في كنف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، الراجل الجميل المجتهد المتعاون معانا بصفه مستمره، ونتمنى التوفيق للنادي فيما هو قادم باذن الله. استاذ رمضان، يمكن طبعا زي ما في عندنا حالات فيها نوع من انواع الاخفاق، سواء كنا في الحاله اللي احنا كنا بنناقشها دلوقتي، اكيد برضو عندنا نوع من حالات الايجابيه اللي بيديها لنا بعض الشباب الجميل اللي زي اللي احنا شفناه دلوقتي. التقرير استاذ منير يعني بيوضح صوره ايجابيه جدا، زي ما احنا عندنا شباب سلبي، احنا عندنا شباب محترم وشباب بيسعى ان هو يكون حاجه نضيف في المجتمع، بيمارس رياضه، ده اللي يحتاج الدعم ويحتاج التشجيع، مش الشباب السلبي اللي احنا ممكن نرميه ورا ظهرنا ونفكر في الناس اللي موجوده اللي بتلعب رياضه واللي بتسعى. نادي النصر الرياضي منذ سنتين او ثلاثه بدا يظهر على الساحه الرياضيه، وبدا يشارك في الدوريات القطاعات الناشئين، وبدا يظهر بصوره كويسه جدا ومحترمه. واكبر دليل النجاح اللي الشباب ظهر بيه قدامنا في التقرير ده، دي حاجه مبشره ان في مستقبل وفي امل وفي حاجه كويسه جايه، وبكره احلى، ده اكبر دليل ان في بكره وعندنا بكره مستقبل كويس. طبعا معانا طبعا لا يفتى ومالك في المدينه، معانا الكابتن محمد السعداوي مدير فني فريق 2003 نادي النصر الرياضي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا كابتن منير، صباح الخير، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا، منور الدنيا، ومحتاجين حضرتك تضيف لنا عما يحدث داخل اسوار نادي النصر الرياضي من نشاط ملموس على ارض الواقع. والله يا فندم، من نادي النصر الرياضي يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، احنا كلنا بنتعامل كاسره واحده هناك، تطوير فني كل يوم عن يوم، الحمد لله فرق النادي عندنا كلها فرق قويه جدا، بتشارك في المسابقات الغربيه، عاملين انجاز كبير جدا قوي السنه دي، وعندنا اولاد حالتهم الفنيه والبدنيه اتطورت بطريقه كبيره جدا، واستطاعوا ان هم ينتقلوا لانديه كبيره جدا في طنطا وفي الغربيه وفي جميع انحاء مصر. طبعا انا عايز اقول لحضرتك احنا بنتعامل في النادي على اننا اسره واحده، كل الناس اللي موجوده، يعني انا لو عندي مباراه جميع المدربين الفنيين الموجودين في النادي كلها بيجوا ورايا، وعندنا الاولاد ما شاء الله الطموح بتاعهم كبير جدا، الطموح بتاعهم فوق كل الحدود الحمد لله. طيب كابتن محمد، يمكن طبعا سمعنا عن ترند بيحصل من الشباب او صفه او كلمه دايما شعار بيقولوه نادي النصر الرياضي العيله الكبيره او بيت العيله، ده معناه ايه ده؟ ده معناه حضرتك ان كل واحد عندنا هنا في النادي، النادي هو بيته الاول، مش البيت بتاعه كمان، لا ده احنا كل مشاكلنا وكل حياتنا وكل تطويرنا وكل شيء بيحصل في النادي كلنا بنبقى روح واحده وايد واحده، مفيش حاجه اسمها مدرب فريق 2003 بس، لا الراجل المدرب ده مسؤول عن جميع لعيبه النادي، كلنا اسره واحده، كل المدربين ايد واحده، كلنا عايزين نرفع اسم نادي مصر، النادي اللي احنا كلنا تحت مظلته، النادي اللي عمل اسامي كل المدربين اللي شغالين. حضرتك مسؤول عن فريق 2003 كابتن محمد، كلمنا عن اميز العناصر اللي موجوده معاك في الفريق. والله احنا
دي الحمد لله انا مسؤول عن فريق 2003 من السنه اللي فاتت. طبعا كان عندنا عناصر قويه جدا جدا جدا، استطاعت ان هي تنتقل لانديه كبيره جدا موجوده في مصر، بس السنه دي الحمد لله عندنا عناصر متميزه جدا. عندنا سيرد باك اسمه عوض ما شاء الله عليه من العناصر الكويسه جدا، عندنا كمان محمود غريب برده من الناس المحترمه جدا، عندنا حازم خالد محترمه جدا، عندنا خالد لاده لعيب كويس جدا جدا، رياضي عصام، عندنا لعيبه متميزه جدا، عندنا محمد باهر الدبابه البشريه الفرود اللي ان شاء الله هيهز مصر ان شاء الله بصوره جامده جدا الفتره الجايه ان شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن محمد، سعدنا بيك وبالتوفيق لكل منظومه نادي النصر الرياضي. عوده مجدده لموضوعنا الاساسي يا استاذ رمضان، انا عايز اسال سؤال، شايف يعني مطربي المهرجانات جاني ام مجني عليه؟ هو جاني ومجني عليه. جاني بمعنى ان هو بيستخدم يعني بيحاول يوقع نفسه في غلط كبير، بيحاول يعني معلش محترم يعني الدكتور اشجان والناقده الفنيه ماجدة اتكلمت في الاثنين اتكلموا في جزء مهم جدا، ليه انا ما اقدمش الكلمات بتاعتي قبل ما اطلع بيها وازيحها وارفعها على اليوتيوب او ارفعها الكلام ده كله؟ اذا انا لما اخد موافقه الرقابه او اخد المصنفات الرقابيه والكلام ده كله عارف ان انا شغال صح، عارف ان انا كلماتي صح، اشتغل وانا قلبي جامد. انما انا اخد كلمات وحط جمل ملهاش ريحه اللازمه كلها ضد الاخلاق وضد العادات والتقاليد، ده بيعك عليا الدنيا انا كمطرب شعبي. اذا بنلاقي الراي العام كله اتقلب عليا واتقلب ضدي. فاذا هو في الوقت ده جاني تمام، بيجنى على نفسه تمام. مجنى عليه من ناحيه ان معلش انا مش ضد قطع الارزاق بس التزم بكل الشروط والقوانين، امشي صح هتلاقي الدنيا كلها معاك. انما تبهدل الدنيا وتيجي تتكلم وتقول لي ده اشرب ايه واعمل ايه، انت بتحرض كل الناس وتتكلم الاف وبل ملايين. يعني معلش مع احترامي الاغنيه الاخيره بتاعت بنت الجيران اللي عملت الضجه على السوشيال ميديا دي كلها واخده مركز ثاني على العالم، مركز ثاني على العالم، ده اول مره تحصل في مصر على فكره. ده حقيقه؟ ايوه مركز ثاني على العالم. لك ان تتخيل يعني إن يعني انت تقصد ان مثلا يعني مصر كلها سمعتها فبالتالي حاططها في المكانه دي ولا ليهم مستمعين مش خارج مصر؟ بس يا استاذ منير بقول لك على مستوى العالم مش الوطن العربي. مركز المركز الثاني على السوشيال ميديا، وصلت لك الفكره؟ فاحنا دلوقتي قدام كارثه كبيره. تخيل انت لما يبقى ملايين الناس بتسمع عندي اشرب خمور واشرب حشيش واشرب مخدرات. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو الحفله الاخيره كان مكانها فين؟ هي الحفله الاخيره كانت في استاد القاهره، كان بالاحتفال بعيد الحب، كان منظمها حزب مستقبل وطن. فكان بالاحتفال بالتزامن مع مستقبل وطن. مستقبل وطن. طب ايه دخل مستقبل وطن في هو كان منظم الحفله. منظم الحفله بس. كان منظم الحفله. طيب مكان استاد القاهره اللي هو المكان اللي تم فيه الحفله، هو للاسف هو اصلا مكانه ايه؟ للأسف ده اصلا الـ يعني المكان المنوط ليه ان هو يبقى فيه مباريات كوره. هو للاسف الشديد احنا استخدمنا المكان الصح في الحاجه الغلط. طيب جميل، انا هنا عايز اروح مع حضرتك لحته مهمه جدا ولازم يكون معايا فيها مداخله من حد من الامن يجاوبني عليها. طبعا احنا يعني فيما يخص الشان الرياضي بقالنا سنين طويله بنلعب من غير جمهور حقيقي، وكل ما يجي اتحاد الكوره ياخد قرار اللعب بجمهور نلاقي دايما اعتراضات امنيه من عدم وجود جمهور والكلام ده. طب النهارده لما يكون عندي الالاف المؤلفه دي كلها الحفله الاخيره دي يا استاذ منير حاضر فيها 80,000 متفرج، يعني عدد مش قليل. 80,000 متفرج، يعني انا عاوز اقول لك ان الاستاد كان مليان. طب لما انا عندي الاستطاعه ان انا كلجنه تنظيميه او جهه ايا كان هي ايه، عندي المسؤوليه ان انا اامن 80,000 واحد عشان خاطر حفله جايب فيها فلان وعلان وعلان ونسمع كلام زي كده ملوش ريحه اللازمه على جميع الشاشات التلفزيون بتنقلها. طب ما نسمح بعوده الجمهور، طب ما نتكلم ونقعد ونعمل اجتماعاتنا ونشوف الامن عاوز ايه والكلام ده كله ونمشي ورا الامن لان احنا طبعا ورا الجهات الامنيه. طيب مره طبعا يعني محتاج من حضرتك طبعا تعليق اخير فيما يخص هذا الامر لان طبعا وقت البرنامج وطبعا اكيد هيبقى فيه لينا. انا بس عاوز اتكلم على موضوع بخصوص المهرجانات، القرار بتاع الفنان هاني شاكر انا شايف ان هو ما هو الا حبر على ورق، مش هيقدر هيرجع عن القرار، مش هيقدر، لا مش موضوع مش هيرجع. دكتور اشجان حتى في كلامها قالت لك هو بس عشان يمتص غضب الراي العام. وده حقيقه الموضوع. لك ان تتخيل ان القرار ده معلش محترما لو عنده فرح الصبح وجبت واحد زي حسن شاكوش محترم، لا بس هم اتمنعوا بالفعل، ده عدم تعامل يا استاذ منير. عدم تعامل. انا لو عندي فرح الصبح لو جبت واحد فيهم حد هيجي يوقف لي الفرح، اذا انا ما اقدرتش امنع، اذا الظاهره موجوده. انا اقدر اخد الناس ديت معايا ونقعد معاهم ونتكلم ونشوف الدنيا في ايه، هم عاوزين ايه، ونقنن وضعهم. تمام. الدكتوره ماجده شافت ان هذا القرار قرار ظالم، الدكتورة أشجان قالت إن هذا القرار لازم يكون لي أوسع من كده فيما يخص طبعا في حوكمة خاصة بالإنترنت، لأن اللي مش هيطلع على التلفزيون أو يطلع في حفلات أكيد هيطلع على اليوتيوب وهيطلع على الإنترنت. الأستاذ رمضان شايف إن إحنا لازم يكون في
يعني عندنا مفاوضات اكتر وتراضي ما بيننا وبين بعض، ويمكن طبعا الاخر الحديث والحكم للناس، لان طبعا انا يعني ما يخص سؤال جاني ام مجني عليه اعتقد ان مفيش حد ممكن ياخد الشهرة دي كلها غير بالناس. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة وبرنامج حديث العصر.